بتاع 2005 و2010 اللي هو ما شافش يعني يمكن انا شفت وهاني واياد وحضرتك شفت بعينك اللي حصل في الفتره دي، لكن هي الدايره بتاعت الجانب الاخر يعني دايما بتلف على فكره النسيان، يعني بتلف على فكره ان الناس تنسى ايه اللي حصل فيبتدوا يقوموا مره ثانيه. فكان المسلسل عباره عن وثيقه اللي هو كل فتره يتعرض الناس تفتكر ايه اللي حصل بالظبط بكواليس. يمكن الناس انا شخصيا ما كنتش يعني في حاجات كتير ما كنتش اعرفها وانا بحضر المسلسل يعني، واتفاجئت يعني. وكويس ان احنا جه الوقت اللي احنا نقدر نخرج الحاجات دي للناس. فكان مطلوب ان احنا يعني واحنا شغالين كان مطلوب ان يعني احنا كان انا او الفريق العملي معايا او استاذ هاني او استاذ باهر في الجزء الاول ان احنا بنعمل الواقع زي ما هو. حتى انا اتفقت مع مدير التصوير ان احنا بنصور يعني اكن كاميرا مراسل يعني، وده كان تحدي اصلا في الصناعه ان انت تعمل كده. هل الناس هتقبل ده؟ هل فيجوال الناس هتحب ده؟ ولا الناس هتحس طب ما عملتوش ليه برنامج يعني؟